إذا كنت تعيش في كندا أو كنت تعيش في أي بلد خارج كندا وقررت أن تضع ابنك المراهق في أحد المدارس الثانوية الكندية لضمان مستقبل أفضل له ولضمان حصوله على شهادة ثانوية معترف عليها عالمياً، هذا وتعرف المدرسة الثانوية عموماً بالمدرسة التي تضم مجموعة الصفوف الدراسية من التاسع إلى الثاني عشر في معظم المقاطعات والأقاليم الكندية باستثناء كيبيك، والتي تبدأ فيها المدارس الثانوية من الصف السابع وتنتهي في الصف الثاني عشر. تكلفة المدرسة الثانوية في كندا: المدارس الثانوية العامة مجانية في كندا لسكان البلاد، ولكن تفرض العديد من المدارس رسوماً على الطلاب الدوليين، والتي يمكن أن تتراوح بين 8000 دولار كندي إلى 14000 دولار كندي سنوياً. ما هو تصنيف المدارس الثانوية في كندا على مستوى العالم؟ قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمراجعة وتصنيف النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم. احتلت كندا المرتبة الثانية في القراءة والمرتبة العاشرة في الرياضيات والسابعة في العلوم، ويمكن أن يعزى الكثير من نجاح المدارس الثانوية إلى أن خبرات المعلمين استثنائية في كندا. الالتحاق بالمدرسة الثانوية في كندا: تقرر كل مقاطعة وأقليم موعد بدء العام الدراسي ووقت انتهائه، وعلى الرغم من أنه يبدأ عادة في سبتمبر وينتهي في يوليو، ولكن معظم المدارس عموماً تعمل وفق ساعات الدوام المدرسي المحددة بشكل عام من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثالثة مساءً. المتطلبات التعليمية للمدارس الثانوية في كندا: أولاً، إثباتات تدل على أنه قام بإنهاء بعض المقررات التي سيحتاجها مثل مهارات اللغة، حيث يتوجب عليه أن يتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. ثانياً، أن يقدم نتائجه الدراسية في مدرسته السابقة إذا كان في كندا، أو إحضار تقارير من وطنهم. كيفية التسجيل: أولاً، عليك أن تتصل بلجنة المدارس المحلية إذا كنت ترغب في تسجيل طفلك في مدرسة ثانوية عامة. ثانياً، عليك أن تسأل عما إذا كانت المدرسة تقدم دروساً مجانية في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. ثالثاً، أما لتسجيل طفلك في مدرسة ثانوية خاصة، اتصل بالمدرسة مباشرة. تكاليف عامة للدراسة في المدارس الثانوية في كندا: رسوم القبول وتقدر بمئة دولار كندي، رسوم الدراسة الثانوية للطلاب الدوليين وتقدر بما يصل إلى 18000 دولار سنوياً، وتتضمن هذه التكاليف من 8 إلى 10 دورات في المدرسة الثانوية المختارة في عام واحد، إضافة إلى تدريب شامل للحصول على شهادتي آيلتس وتوفل. رسوم الوصاية والتي تقدر ب 1500 دولار كندي إذا كان عمر الطالب أقل من 18 عاماً. التأمين الطبي والذي يبلغ 1000 دولار كندي في السنة. تكاليف تسمى بتكاليف البدل الأساسي والتي تبلغ 1000 دولار شهرياً، بما في ذلك الإقامة المنزلية وثلاث وجبات وأثاث وخدمة واي فاي مع بياضات ومرافق غسيل للملابس. قد يتم فرض رسوم إضافية كتكاليف الكتب والرسوم الأخرى والتي تقدر ب 100 دولار كندي.